بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. بناء على طلبات أحد الأصدقاء كان له طلب على قناتنا على اليوتيوب، طلب أنه يتعلم مهارة تصميم شعار أو لوجو من خلال برنامج الوورد. بالفعل دي مهارة يجهلها الكثيرون، مهارة للمتميزين فقط. تعالوا بينا نشوف السؤال وتعالوا بينا نتعلم ازاي ننشئ شعار او لوجو من خلال برنامج الوورد. دي قناتنا على اليوتيوب، سبق ان احنا شرحنا ازاي ننشئ جدول في برنامج الوورد باستخدام لوحة المفاتيح، ودي احد الخدع او الحيل الموجودة في برنامج الوورد. وكان الصديق سأل سؤال لو احنا بنتصفح مع حضراتكم. الصديق ياسين بيقول: السلام عليكم استاذ، ممكن كيف اصنع شعار في برنامج الوورد؟ كل اللي عليك انك انت تكون مجهز الفكرة. ناخد بالنا من الخطوات. واحد، تكون مجهز فكرتك. اتنين، الشعار عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من الاشكال او الصور اللي بنعمل لها ارتباط ما بينهم، وبنكون عندنا فكرة مسبقة على هذا الشعار، رسمينه على الورق وعايزين نطبقه. نجهز ادواتنا. أدواتنا هي في نصوص، في أشكال، في صور، ثم كل ده نحاول نستفاد به في تصميم هذا الشعار. بالإضافة إنك أنت يا إما عن طريق برنامج سنابينج تول، أداة الاقتصاص، وده عبارة عن برنامج موجود، لو حضرتك تبحثوا عنه هتلاقوه موجود، بيستخدم في عملية التحديد ويحول النص الموجود في برنامج الوورد الى رسمه، يا اما تضغط على مفتاح برنت سكرين من لوحه المفاتيح وتذهب الى برنامج الرسام وتقوم بهذه المهاره. تعالوا بينا، انا عايز اصمم شعار، شعار بالنسبه لقناه طارق النجار التعليميه عليه صورتي. فبعمل ايه؟ بعد ما شغلت برنامج الوورد بكتب اهوت، ادي قناه طارق النجار التعليميه، كتبتها بهذه الطريقه. وبعدين هكتب باللغه الانجليزيه ادي طارق النجار شانل، تمام وانزل كده. يبقى انا كتبت دلوقتي النصوص اللي انا عايزها، ثم بعد ذلك كتبت سواء بالعربي او الانجليزي. هستخدم الاشكال، هروح من انسرت ادراج، هختار شيبس اللي هي اشكال، اختار وليكن الدائره انا محددها، عايز تطلع دائره اضغط على مفتاح شيفت، هنضغط ادي الدائرة على هذا النحو اللي هعمل من خلالها الشعار، وهي متحددة. هيتم فتح تبويب فورمات من شيب ستايلز، هبدأ اختار الشكل الاولاني بحيث انه يكون بهذه الطريقة، ثم احدد واضغط على كنترول لعمل نسخة. بعد ذلك هقوم بعملية الضبط بحيث ان حجمها يكون قليل بالطريقة دي كده اهوت، ويتم وضعها في المنتصف. يبقى دي اول خطوه احنا عملناها. تاني خطوه، اجي رايح للنص اللي انا كاتبه باللغه العربيه، احدده واذهب الى ادراج انسرت، ثم اضغط على الوورد ارت واختار الشكل الاولاني، ثم بعد ذلك هيتم فتح تبويب فورمات من تبويب فورمات في الوورد ارت ستايل، نضغط على هذا الشكل ونختار ترانسفورم، ومن ترانسفورم نختار هذا الشكل بهذه الطريقه وهو متحدد. هذهب الى الشيب فيل اللي هي التعبئه ونخليها نو فيل، وفي الاوت لاين ونخليه نو، ثم بعد ذلك اسحب هذا الشكل بهذه الطريقه واقوم بعمليه ضبط. نشوف كده مع حضراتكم اهوت بحيث انه يغطيها اهيت. ادي قناه طارق النجار التعليميه، وتقدروا تكبروها زي ما انتم عايزين وتعملوا عمليه ضبط بالنسبه لها. يبقى دي بالنسبة للغة العربية. نأتي بعد ذلك بالنسبة للغة الإنجليزية، هنحددها زي ما احنا شايفين، ونذهب إلى تبويب انسرت، ثم من الوورد أرت هنختار الشكل الأولاني، هيتم فتح تبويب فورمات تلقائيا، هذهب إلى الوورد أرت ستايل، هنبدأ نختار ترانسفورم بس المرة، هذه المرة هيكون الاتجاه العكسي بهذه الطريقة، ثم والتبويب مفتوح، هختار من شيب فيل هنختار نو، ومن الاوت لاين هنختار نو، ثم بعد ذلك هنقوم بتحريكها بهذه الطريقه، ونحرك كده شويه نبدا نتحكم في حجمها.
والاتساع الخاص بها، ثم نبدأ نتحرك بحيث أن يتم وضعها في الداخل على هذه الوتيرة. بعد ذلك هنبدأ نضيف أشكال بسيطة. نحن نذهب إلى Insert إدراج، ثم هنختار من شيبس بعض النجوم أو بعض الأشكال، أدي النجمة، ونقوم بوضعها على هذا النحو، ثم نقوم بتغيير اللون. لو أنت عايز تضغط عليه دبل كليك وبعدين تختار اللون المناسب أو تجيب الخصائص الخاصة بيه، وإحنا محددينه نضغط على كنترول ونضغط ونسحب. انتهينا من الجزء الأولاني. الجزء الثاني عايزين نقوم بإدراج الصورة، هنجو مصغرينها كده أو في وضع العادي جدا بالنسبة لنا، الوضع الطبيعي، ونصغر موقع النت ونقوم بسحب هذه الصورة. نقوم بسحب الصورة، نرجع تاني في وضع التعظيم أو التكبير الماكسمايز، ونيجي ضاغطين كليك يمين على الصورة، ونختار من الراب تكست نختار ان فرونت اوف تكست، ونقوم بعملية ضبط بالنسبة للحجم، ونقوم بتحريكه بهذه الطريقة. ولو عندك رسم او شعار اخر مفيش اي مشكلة، تمام. اهوت نعمل هنا اهوت كده اهوت، تمام. نبدأ نحرك كده شوية، خلاص ده الشعار اللي انا صممته زي ما حضراتكم شايفين، شعار بسيط جدا. اتمنى اكون وفقت في تبسيط موضوع كيفية تصميم الشعار. تبقى الجزئية الاخيرة، اذا انت جهزت الفكرة، كتبت النصوص اللي انت عايز تضيفها، استخدمت الاشكال، اضفت صورة، الى الان ناقص لك خطوة مهمة جدا، ازاي تحفظ هذا الشكل بحيث انك تقوم بتصديره كصورة. كل اللي عليك انك انت لو الكيبورد فيها مفتاح برنت سكرين اضغط عليه، لو مش موجود من قائمة تبدأ هتلاقي فيها امر اسمه في الاكسسوارز اون سكرين كيبورد. لو عندك برنامج سنابينج تول بنفس الطريقة، استخدم هذا البرنامج هيقوم بعملية التحديد، وان شاء الله هنخصص له محاضرة تالية. بعد ما استدعيت لوحة المفاتيح، لان انا بتعامل مع لابتوب وما فيهوش امر برنت سكرين، لكن الكيبورد العادية هتلاقي فيه امر برنت سكرين، هتضغط على هذا الامر بي ار تي سكرين دهوت، ثم بعد ذلك هتقوم بتشغيل برنامج الرسام، برنامج البنت. واحنا بنتكلم على مهارات متقدمة، فانتوا عارفين ازاي تحصلوا على برنامج البنت. ثم هنضغط على لزق، نضغط على لزق، ثم بعد ذلك نحدد الجزء اللي انا عايزه اهوت بهذه الطريقة، واضغط على كنترول اكس او اس، ثم استدعي ملف جديد عن طريق كنترول ان او من القائمة الرئيسية، وبعدين اقوم بعملية اللزق على هذا النحو. كده خلاص اصبحت الرسمة موجودة او الشعار موجود قدام حضراتكم بهذه الطريقة. ثم نضغط بعد ذلك على حفظ، نقوم بحفظه بامتداد الجي بي جي او بامتداد البي ام بي فيظهر قدامنا، وبكده يبقى احنا اتعلمنا هذه المهارة من خلال برنامج الوورد. نكتب الاسم ونكتب نختار الامتداد، ثم نضغط على سيف، وكده يبقى احنا نجحنا ان احنا نتعلم كيفية تصميم شعار او لوجو وهكذا. كل اللي انت بتفكر فيه ان الفكرة تكون موجودة، انك تكون مصممها على الورق، انك تكتب النصوص، انك تستعين بالاشكال وبالصور، ثم بعد ذلك انك تصدرها عن طريق برنامج سنابينج تول او برنامج الرسام بحيث ان يتم حفظها كصورة. لو احنا شفناها كده على سطح المكتب هتجد انها صورة تقدروا تستخدموها. هذه هي الصورة، الشعارة هي ادي دبل كليك، نشوفها كده مع حضراتكم تظهر بهذه الطريقة. اتمنى ان انا اكون موفق في هذا الشرح الموجز. البعض ممكن يقول لي والله انا عندي امكانيات تانية، اقول له خير، عايز تعمل ايه؟ يقول لي طيب ايه رايك ان انا استخدم الاشكال الموجوده، الموجود في قائمه او تبويب انسرت موجود في شيبس، ابدا استخدم هذه الاشكال، ومن خلال هذه الاشكال سواء كان ادوات الرسم الحر او الاشكال شائعه الاستخدام، اقدر اعمل عمليه دمج ما بين مستطيل، ما بين قلب، ما بين ابتسامة، ما بين مربع، ما بين الأشكال الموجودة في الفروشارت، وفي النهاية كلها أصدرها بنفس الطريقة.
هقول له والله هي فكرة كويسة وممتازة، حاول وجرب الإبداع، رؤية وتصور وتجربة، مهم جدا انك تجرب، لما تجرب هتنجح، المهم يكون عندك إصرار انك تنجح. تقبلت حياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.